فاكرين دول؟ ايوه دول، هما دول الاطفال بتوع قناه طيور الجنه اللي كنا كل ما نفتح التلفزيون نلاقيهم قاعدين بيغنوا. تخيلوا بقى معايا كده ان وليد وعصوم يكبروا وبقى عندهم 21 سنه. وايه كمان بقى؟ وليد اتجوز واحده من عيلته. في شويه حاجات غريبه لاحظناهم في الفرح، منهم ان العروسه طول الفرح كانت لابسه طرحه مخليها مستخبيه. احنا مش عارفين كانت عامله كده ليه، بس يمكن كانت متراقبه. بما انهم بقى عندهم قناه ومعدات ومصورين ومونتاج، قعدوا يصوروا فيديوهات كتير قوي قبل الفرح بشهر استعدادات الفرح، ويوم الفرح نفسه صوروا حوالي 4 فيديوهات من اول ما وليد صحي وراح للحلاق لحد ما راح بيته. عارفين بقى الفيديوهات دي جابت كام مشاهده؟ الفيديوهات دي جابت 9 مليون مشاهده في 24 ساعه. عارفين يعني ايه 9 مليون مشاهده؟ الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. من ضمن الفيديوهات الغريبه اللي اتصورت للفرح كان فيديو للعريس وهو بيختار البدله والجزمه. انا بصراحه اول مره اشوف عريس بيعمل كده. اشوف بالطرف بيجامل دايم، بس والله 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 الهاي ايش كيوت سيريال المرايه الزفه بقى، انا ما فهمتش منها اي كلمه. مريم في حد هربان يا ابني فلك اسمه مريم، ايه اللي بيقوله الراجل ده؟ طبعا هم عندهم قوه خارقه في تاليف الاغاني وتلحينها، ومتبعين نظريه فرد واحد يكفي في التاليف والتلحين وكمان الغنى، وعشان كده هم اللي عملوا اغنيه الفرح. الله الله محلى الليل اللي كنا بنستناها، الله الله وليد الغالي هو اللي حلاها. تعالوا بقى اقول لكم على العربيه اللي اتزف فيها العريس. العربيه هي عربيه بنتلي، تاني اغلى عربيه في العالم. عارفين ثمنها كام؟ ثمنها حوالي 15 مليون جنيه. 15 مليون. اللي يركب عايز يركب من اليمين مش بالشمال. عقبالكم كلكم فرح زي وليد مقداد وعيلة مقداد كلها. استنوني في حلقة تانية. باي باي.